عرضت ملكة جمال العرب والإعلامية المغربية بقناة ام بي سي صوفيا السعيدي مساعدتها على المغاربة العالقين بأوكرانيا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام. ووجهت مقدمة برنامج ام بي سي تراندينغ رسالة مباشرة لمغاربة أوكرانيا عبر خاصية ستوري، جاء فيها: هذا مساج لأي مغربي متواجد حاليا بأوكرانيا ومحتاج مساعدة مادية لكي يشتري تذكرة، يتواصل معي مباشرة. هذا مسج لأي مغربي متواجد حاليا بأوكرانيا ومحتاج مساعدة مادية لكي يشتري التذكرة، يتواصل معي دايركت. وقد جرى لاحقا تداول رسالة صوفيا السعيدي عبر عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر تطبيق انستغرام، وسط تباين آراء المتابعين بين مشيد بالخطوة التي أقدمت عليها السعيدي وبين منتقد لعدم تحدثها باللهجة المغربية، خاصة أن رسالتها موجهة لأبناء بلدها المغرب. يشار إلى أن صوفيا السعيدي ازدادت عام 1984 بمدينة دار بيضاء من أب مغربي وأم فرنسية، وقد انطلقت كعارضة أزياء قبل أن تحرز لقب ملكة جمال العرب لعام 2019، ويتجدد لقبها عام 2021 و2020 لتخوض مؤخرا تجربة تقديم البرامج التلفزية من خلال المشاركة في تقديم برنامج ام بي سي تراندينغ الذي يعني بأخبار الفن والمشاهير العرب والعالميين.